عندك مشكلة مع مناف عبدال وزوجته؟ لا انقطعتوا مرة واحدة، كنت تروح تنزل لوبس عندها وكنت تروحين وياه البيت، مرة واحدة صار انقطاع. مرة صار سوء تفاهم لكن بعدين انحل والله يوفقهم. أستاذ مناف عبدال، مناف عبدال يعني من الشخصيات أحسها إنها طيبة وايد، فالله يوفقه، يعني أنا وايد أحس إنه طيب. حلو.